كما تسأل عن من الملعون فاعل، وما الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. اللمس هو أخذ شعر الحاجبين، أخذ شعر الحاجبين سواء بقص أو بلت أو بحلق أو بإزالة المواد المزيلة للشعر، كل هذا من اللمس الملعون من فعله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اللامسة والمتلمسة. واللامسة هي التي تأخذ شعر حواجبها، والمتلمسة هي التي تطلب ذلك من غيرها لأن يزيل شعر حواجبها. وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يحمل بني آدم عليه، قال: ولا آمرنهم ولا يغيرن خلق الله. وإزالة شعر الحواجب هذا من تغيير خلق الله الملعونة من فعلته على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. مع الأسف خشى هذا لنساء المسلمين، خصوصا التي امتنين بكشف الوجوه، انك ترى على وجوههن القبح والتشويه لإزالة هذا الجمال الذي خلقه الله لها. ثم من العجب أنها تجعل مكانه شيئا من الصبغ الأخضر. أيهما أجمل بالله عليكم؟ هذا الشعر الذي خلقه الله في مكانه المناسب، أو هذا الصبغ المشوه الذي تضعه على حاجبها؟ ولكن الشيطان لعنه الله يريد إغواء بني آدم. جزاكم الله خيرا.